بداية محطاتنا لليوم سلمى مع مساحتنا الطبية، موضوع بيشغل بال الأزواج الجداد دائما، إنجاب الأطفال، العقم عند النساء والرجال، المشاكل، الأسباب. ويمكن الطب اليوم بال 2021 تطور كتير، ما عاد فينا نقول عقم بالمطلق، في حلول، في علاج. كيف هي التفاصيل وأسئلة كتير بتراود الزوجين، رح نحكي عنها أكثر مع الدكتور هيثم عباس، أخصائي بالأمراض النسائية وجراحتها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الورد والياسمين لكم ولكل أهل الشام وكل المستمعين. يسعد صباحك دكتور هيثم. خلينا بالبداية نسأل، يعني دائما بتختلف الهواجس عند الأزواج وخصوصا ببداية حياتهم الزوجية. في ناس كثير بتسأل يا ترى أسباب العقم ممكن يكون نشوفها أكثر عند النساء ولا عند الرجال؟ خلينا بالبداية نعرف شو هي أبرز أسباب العقم إذا كانت موجودة عند النساء. أنا بشكل عام تعريف العقم، أول شيء العقم هو على وجود حياة زوجية لمدة عام بشكل متواصل، بعد ما يقرر العقم عقم بدئي أم ثانوي. يعني قبل العام حرام يكون في تشخيص إلا إذا في شيء واضح فيزيولوجيا، فمعناته بعد إحنا العام يفضل ساعتها اللجوء إلى الطبيب لكشف النواحي الموجودة، إن كانت للأنثى وإن كانت للذكر من ناحية العقم، ذكري أو أنثوي. طبعا بتشخيص هذا الامور يجب ان نعلم انه تقريبا التساوي بين النسبتين الذكري والانثي للعقم، يعني ما في نسبه متفاوته اكثر من نسبه، تقريبا النسب متساويه، لكن في بعض الاحيان يتجاوز العقم الانثوي اكثر بسبب قصر فتره الانجاب عند المراه، يعني الى عمر معين بعد منه ما فيها تصير انجاب عندها. من هون بقى بتتجاوز الخطوات اكثر من عند الرجل. أما العقم الفيزيولوجي أم العقم العضوي فتقريبا فيه توازي، توجد كفة أرجحية للنساء أكثر من الذكور حسب التشخيص وحسب الحالة. هي بشكل عام. بشكل عام الثاني، العقم الأنثوي هو عدم وجود إمكانية للحمل خلال فترة تتجاوز السنة من علاقة زوجية منتظمة لأسباب مختلفة، منها هي أسباب تركيبية جسدية، ومنها هرمونية، ومنها مرضية، ومنها ذكرية. للأسف الشديد، للأسف الشديد كثير احنا احيانا نجد انه المرأة تتحمل العبء الاول والاخير بالعقم، واخر ما نكتشف انه العقم يكون كله ذكري. فهو لازم احنا يكون في انتباه للعملية المعالجة للعقم بشكل عام للأسرة من قبل الطبيب للطرفين، وليس الاعتماد على طرف واحد والغاء الطرف الاخر. نعم. بشكل عام. طيب دكتور، خلينا نحكي عن الحالات العقم اذا بدنا نصنفها عند الرجال. يمكن مع تطور الطب اليوم ما عاد فينا نقول في عقم بالمطلق، في مشاكل للانجاب ممكن تنحل، واذا كان فعلا في عقم بشكل كامل شو بتكون الحاله؟ هلا اول شيء احنا العقم الذكري هو له علاقه مباشره بالتركيب الفيزيولوجي للرجل. طبعا هون اجراء الفحوص يجب ان يكون بشكل مباشر وقبل اللجوء للفحوص عند المراه، لانه اسهل عمليا الفحص يتم للرجل من الفحص للمراه. فهون بهذه الحاله يجب عند عدم وجود امكانيات حمل او ما قبل الزواج وجود اعراض فيزيولوجيه او اعراض جسديه يشتبه بها الرجل، يجب ان يلجا الى الفحص السريري والفحص المخبري، وأقلها فحص السائل المنوي. طبعا احنا بشكل عام تقسيمات العقم الذكري هي تختلف على مراحل مختلفة، يجوز تكون بقلة النطاف، يجوز تكون بانعدام النطاف، يجوز تكون بسوء تركيب النطاف، بسوء الجودة النطاف، بسوء البنية التركيبية للنطاف. هذول المختلفين، الأشكال المختلفة إلى علاقة كمان بالحالات الفيزيولوجية وحالة النمو للرجل والمهنة التي يتبعها في حياته، هذا كلياته مرتبط ببعضه بشكل عام. نعم. طيب دكتور، خلينا نحكي، حضرتك هيك مريت مرور الكرام سريعا على أسباب العقم عند النساء، أيضا خلينا نحكي عن أسباب العقم عند الرجال، شو ممكن يكون المسببات وكيف آلية الكشف. يعني أنا اليوم مثل ما قلت بعد سنة
بنروح لعند الطبيب. قبل سنة هذا شيء طبيعي، ممكن يكون في أسباب تانية، أسباب نفسية، في كتير أسباب ممكن يكون. بعد سنة شو الإجراءات والفحوصات لازم يكون فيها الطرفين لنعرف أنه في عقم إن كان عند السيدة أو عند الرجل؟ هلا بشكل عام الموضوع أنه السنة ولا غير سنة هذا نسبي. إذا كانت مثلا المرأة عمرها مثلا 35 سنة فصاعد يقلل فترة الانتظار. إذا كان في مشاكل إخصاب شديدة عند الرجل بعد 6 أشهر من الزواج يفضل البدء في الرجل وليس في المرأة. يعني للأسف الشديد اللي بنلاحظه نحن هلا حاليا 90% من الأطباء يلجؤون إلى التحريض واللجوء إلى الإخصاب المساعد، وهذا يسيء للمرأة بحد ذاتها ويلغوا دور الرجل بشكل عام، رغم أنه نحن لا يجب أن نلجأ لعملية الإخصاب المساعد أو طرق التحريض عند المرأة إلا بعد التأكد من سلامة المرأة بشكل مطلق، من نفوذيتها، من إباطتها، من كل شيء. مشان هيك يجب أن يكون البند الأول هو التأكد من البذور، والبذور هي موجودة عند الرجل. فهون بهالحالة هاي يجب أن نعرف نحن الحالة الفيزيولوجية الصحيحة للسائل المنوي، ومن ثم نلجأ للمعالجات الصحيحة للرجل. وهون في شغلة واحدة لازم نعرف نكون ضروريين نفهمها، أنه أي علاج الرجل إذا كان في إمكانية للمعالجة لا يقل عن 100 يوم، لأنه عملية السائل المنوي لا يتطور ولا يتحسن إلا بعد 3 أشهر. فالمعالجات الشهر و22 يوم هذه معالجات قاصرة غير صحيحة. والمعالجة الحقيقية يجب أن تكون بالفحص الهرموني للرجل، والفحص السائل المنوي، والفحص الوراثي له الكروماتايب تبعه، لأنه أكيد نتأكد منه نحن تكون في حالات عقم مديدة. يعني أنا عندي حالات كثيرة مثلا بتلاقي رجال متجوز 3 و4 نساء و5 نساء وبيجي لعندي بفحصه، بالأساس هو ما عنده إمكانية يصير إنجاب، يعني محمل الموضوع كله على المرأة وهو بالأساس ما عنده. للأسف الشديد يجب أن يكون نحن حياديين بالمعالجة الصحيحة. بعدين هلأ في معالجات صحيحة بإمكاننا نحن حتى بإمكاننا نحصل ولو بعض النطاف، ولو بعض النطاف. عندي حالات كثيرة أنا هاي كان عندهم انعدام نطاف أو سوء خلق للنطاف، وطبقنا له نحن عوامل البلازما الجروس فاكتورز، عوامل النمو الصحيحة مع معالجات 3-4 أشهر، وصار في عمليات تجميد للنطاف، وهذا صار أكثر من 10 سنوات بنجمد نطاف، بنجمد أجنة، بنجمد بيوض، وهذا في المركز عنا نحن. فهالتجميد هذا بيخفف من عبء كثير، يعني نحن وقت بنجمد وبنجهز الرجل ومن ثم بنجهز المرأة للمعالجة. يعني ما بصير أنا بلش بمعالجة للمرأة وحملها هي المشكلة كبيرة، وجوز أنا ما عندي نطاف، وفترة معالجة الرجل تحتاج من 3-6 أشهر. هذا إذا ما بلشنا إحنا بعوامل، إذا عنده مشاكل دورانية، دوالي حبل منوي، إذا سمح الله في عنده ضمور، إذا في عنده خنوسة غير واضحة، وهذا كثير موجود على فكرة، الخنوسة الغير واضحة للأسف الشديد. وهذه مشاكل للأسف الشديد مجتمعنا ما عندي حلها بطريقة صحيحة، وبيكون مثلا إحنا عندنا خنوسة غير صحيحة، وبيربوا هالطفل على أساس أنه هو ذكر وما هو ذكر، وما بين الحالتين. يعني هون مشان هيك بلزمنا إحنا الكرايوتايب، إحنا العامل الوراثي، وما بنلجأ للمعالجات البعيدة والقاسية إلا بعد ما نتأكد 100% من سلامة الرجل كرجل، أول شيء كبنية حقيقية كرجل، من وجود الصفن والخصيتين في مكانهم الصحيح بالحجم الصحيح وبالهرمونات الصحيحة، ثم نلجأ إلى المعالجات الهرمونية والمعالجات المساعدة بالبلازما الغنية بعوامل النمو الصحيح مع العوامل الحقيقة، ومن ثم عند الحصول على نتائج بالنطاف إما بطريقة البزل للخصيتين، البزل الموجه وليس البزل الجراحي، البزل الموجه، وفي حال الحصول على كميات ولو قليلة 1000 ولا 2000 نطفة كان نلجأ إلى تجميد النطاف، ومن ثم نبدأ بتجهيز المرأة للإخصاب المساعد. هي بشكل بسيط يعني. يمكن دكتور أشرت لنقطة كتير مهمة، قديش مهم يمكن التوجه للطبيب والاستشارة الطبيبة بعيدا عن الأقاويل والعيلة والاستشارات الداخلية والعائلية، لأنه ممكن يكون مشكلة بسيطة بس مع مرور الوقت تتفاقم لو كان في استشارة من الأول مع الطبيب تنحل هاي المشكلة. هذا اللي بدي أسألك عنه دكتور، في بعض الأمراض ممكن تأثر على الإنجاب عند الرجال أو النساء بشكل عام؟ بشكل عام نحن إذا أخذنا شق النساء طبعا معروف أول شيء العامل الأساسي للكشف عن أي آلية فيها عطب هو عدم انتظام الدورة الشهرية، وجود ثر حليبي، وجود شعرانية، وجود بدانة، اضطرابات الهرمونية، هاي مباشرة توحينا أنه في حالة عقم مشكلة. الالتهابات النسائية تؤدي إلى التصاقات في المسالك البولية والمسالك التناسلية، فبين حالة هاي إذا صار عندنا التصاقات إحنا بالأبواق فعملية نفوذ الأبواق غير صحيحة، وبهذه الحالة لن يتم لقاء النطفة مع البيضة ولن يتم الحمل.
أما من عند الرجال فهناك عدة أمور، منها أول شيء الحالات في الطفولة، الإصابات الفيزيائية باللعب بالكذا، إصابة رد يعني على الخصيتين. اثنين، إذا كان في عنده التهاب للغدة النكافية كمان بيؤدي لها تراجع شديد بالنطاف. إذا كان في عنده دوران خصيوي غير صحيح، إذا كان في عنده خصية هاجرة بطفولته ما انتبهوا لأهله هو طفل صغير كمان تؤدي إلى اعتلال وجوز يؤدي إلى عقم نهائي. ومن ثم مثل حالات الخنوسة الخفية، ومن ثم على المهنة، المهنة تلعب دور كبير. يعني نحن إذا كان الرجل مثلا يعمل في آلية مثلا دهان أو مثلا مواد كيميائية أو مواد شيعية أو حرارة عالية أو مثلا في أجهزة إلكترونية، هاي كلها بتؤدي إلى أزيات في الحبل المنوي وتؤدي إلى أزيات لصناعة النطاف. عشان هيك يجب أن نحن نعرف الموضوع هذا. ولسه الأفظع من هيك، عندما يلجأ بالشكل الشعبي إلى زيادة الأكل الغذائي مثلا من مواد عضوية عالية الكالورياج أو من عسل ولوز وكذا، وبتعرف بيشتروها بأسعار خارجية، هاي ليس لها معنى، بتكون مشكلة عنده للرجل هي موجودة بإخصاب، بس هي عنده مشكلة بالأخير تراكم شحوم، مشكلة قلبية وأكثر من مشكلة بالإخصاب للأسف الشديد. يعني كمان نحن يجب أن يكون غذائنا ليس معتمد كما أقوال الشعبية بالدسم و و و إتسترا، هذا غير صحيح هذا يعني للأسف الشديد يعني. طيب دكتور، بما أنه حكينا عن أبرز الأسباب اللي هي بتأدي للعقم إن كان عند الرجال أو عند النساء، خلينا نبلش نحكي شوي على العلاج والمراحل، خصوصا حضرتك ذكرت أنه في كثير أخطاء شائعة حاليا، الناس بتعتمد شهر أو 20 يوم بتقول ما جاب العلاج نتيجة. نحكي عن العلاج ومراحله لو سمحت. هل إحنا أول شغلة عندما يشخص السائل المنوي يجب أن يشخص السائل المنوي فيزيولوجيا. للأسف شيء 99% من المخابر بتشخص عنا السائل المنوي رقميا عدديا، هذا غير صحيح وغير كافي. ومن هون بتنبلش تنظلم المرأة، إنه بنلاحظ إحنا في أعداد هائلة، العدد الهائل هذا فيه له عدة تفسيرات وعدة معاني. يجب دراسة السائل المنوي من ناحية الحركة، من ناحية العدد، من ناحية اللزوجة، من ناحية نوع الحركة، من ناحية التركيب. عشان هيك احنا يجب ان نعمل على ان يكون التحليل السائل المنوي فيزيولوجيا يعني تركيبيا لنعرف النسب الحقيقيه له. اي واحد عندما تحدد نوع الاصابه للسائل المنوي هون تحدد المعالجه، وباساس هالمعالجه هي تبدا احنا المعالجات الصحيحه مع وضع المريض بالنتائج مسبقا. يعني احنا بجوز ما نوصل لنتائج ان يكون بالنكاح الطبيعي انه يصير حمل، نحن بنعلم المريض انه نحن بجوز مثلا يصير عندنا فائده 20-30%، بجوز نلجا الى الاخصاب المساعد للحقن او لطفل انبوب او لتجميد السائل المنوي. وهلا مرحله من اخر 10 سنوات التجميد شغله ضروريه جدا جدا، لانه بجوز نحن نحصل نتائج ايجابيه بشكل نبضي، يعني انه اخذنا معالجه حتصلنا نتائج بعدين بتراجع. عشان هيك في مرحلة وجود النجاح في العلاج يجب مباشرة تجميد السائل المنوي وحفظه حتى يتم المعالجة للشق الآخر من أجل الإنجاب. أما المعالجات هي تختلف باختلاف نوع الإصابة، لكن لا توجد معالجات قصيرة الأمد للرجل، لأنه النطفة عمرها الزمني في التصنيع 90 يوم، فأي معالجة تتخطى 90 يوم. فبهيك حالة العلاجات تكون 4-6 أشهر حتى نحصل نتائج. للأسف شديد الخطوة الثانية عن سير إنه إحنا دائما بساوي عمليات مثلا دوالي الحبل المنوي. طيب إحنا بنساوي دوالي الحبل المنوي عندما تكون درجات الدوالي عالية، مشان هيك يجب اللجوء إلى الإيكو دوبلر للفحص لحجم الخصية ولحجم الدوران الخصيوي للتأكد من عدم الإصابة بعد العمل الجراحي. إذا كانت إحنا الدوالي بسيطة وعملنا عملية سوف نسيء إلى الوضع الدوران الخصيوي. مشان هيك تشخيص العقم عند الرجل يحتاج إلى دراية عالية بنوع التشخيص وبالشكل الهرموني له للرجل والتوزع الهرموني وبتوزع قيم السائل المنوي حتى نعرف نحن بهذه الحالة النتائج المرجوة من العلاج، هل بإمكاننا أن نصل إلى نتائج أم لا نصل. ومن ثم تحديد هل يجب أن نلجأ لعلاج هرموني زائد خلايا جذعية أو زائد عوامل النمو العالية من البلازما. هو كمان يجب النظر بهذا بشكل جدي وبشكل صحيح، وأن لا نلجأ بشكل عشوائي الموجود هذا للأسف الشديد مو صحيح، هل يعني نسيب طرق غير ناجعة. طبعا نحن في شغلة مشان ما نعطي تفاؤل كتير كتير ولا نعطي تفاؤل قليل، طبعا نجاح عالي بس بجوز يكون بنسب أنه نلجأ للإخصاب المساعد بعدين.
يعني ما نلجأ لعملية الجماع الطبيعي للإخصاب المساعد. بهذه الحالة معناتها اللي احنا خففنا من عملية خسارة الرجال من حالة العقم، وهذا شيء جيد. مثل ما رفعنا نسبة الخصوبة عند النساء رفعنا نسبة الخصوبة عند الرجال. طيب دكتور، خلينا نقول شو الحالات اللي ممكن نقول عنها هي عقم بالمطلق، يعني حالات ما في يتم من خلال العلاج إن كان عند النساء أو عند الرجال؟ العقم المطلق عند النساء أول شيء ضياع المبيضين. عقم مطلق بيكون عندنا بيكون قصور مبيضي خلقي. أي واحد. اثنين، ضياع الرحم. ثلاثة، بيكون عندنا انسداد الأبواق مع انسداد الباطن الرحمي، يعني التصاق باطن الرحم لأسباب إما كيميائية أو معالجات غير صحيحة. ثالث شيء بيكون هو اضطراب هرموني عام بيمنع عملية التطور الفيزيولوجي للمرأة. أما العقم عند الرجل هو بشكل مطلق هو كمان ضياع الخصيتين، ضمور الخصيتين، ضمور الأسهرين، تراجع البنيوي، الخنوسة الخفية. هذا لهن بشكل عام. نعم. كمان دكتور خلينا نسأل شوي عن نمط الحياة، يعني كمان صرنا نسمع أنه بعض خليني أقول الأحاديث التي تقال أنه صار العلم هلأ بيقدر من أنواع أغذية معينة يحدد نوع الجنين إذا كان ذكر أو أنثى، النمط الغذائي المعين ممكن يزيد الخصوبة عند السيدات أو الرجال. قديش بيتأثر طبعا حالة الإنجاب بالنمط الغذائي بالحياة بشكل عام؟ طبعا بدي اقول لك هون شغله واحده، كاستاذ جامعه انا ومن 30 سنه يعني ومدرس بعده جامعات في الوطن وفي برات الوطن، تحديد ذكر او انثى هذا بيلعب دور كبير وغير صحيح للاسف الشديد. يعني هذا اللي كثير من الزملاء يلجؤون الى اغذيه وطرق الصينيه واليابانيه وكذا، هذا غير صحيح. اول شيء ليس علاقه للمراه بنوع الانجاب. المرأة دائما هي عند الخلية التي تستقبل، أما الذكورة أم الأنوثة لها علاقة عند الرجل، صحيح. إما نطفة X وأما نطفة Y، ولا نستطيع التدخل بأن نفحص النطفة حتى تدخل هذه النطفة X أم Y. في حال إحنا دخلنا على الجسيم الطرفي أو لتحديد كروموسوم للنطفة ماتت النطفة، فهمت شلون؟ فهذا غير صحيح علميا حاليا. اتبعنا عده تجارب باوروبا وقت كنا بالاخصاب مساعد نشتغل بالطفل الانبوب باوروبا وهو غير موجود عندنا، تبعنا التشريد المغناطيسي، التشريد الحراري، التشريد كذا، نتائج 1 بالمليون كانت ايجابيتها. فمعناتها الاغذيه الحامضه والاغذيه كذا والاتجاه الشمس واتجاه ما بعرف شو، هذه ابداعات وطرق جديده لسه العلم لم يوافق عليها. نسبة نجاحها طبعا مثل نسبة نجاح اللي بيشتري ورقة اليانصيب وبيربح. فهمت علي؟ صراحة لك بتلاقي واحد ربح ورقة اليانصيب الكل يشتري ورقة اليانصيب، وهون مثلا امرأة صار عندها عملية نجاح، يعني نفس القصة تقول احنا عملنا طفل انبوب ونجاح. وكل الناس لك انه طفل انبوب نجاحه 100%، لا هذا مو صح. لو كان 100% نسبة نجاح طفل انبوب صحيح كان ما صار في عقم بالعالم. صحيح. نسب قليلة جدا لأنه أنت عندك مراحل، مثلا النجاح تدخل إلى عدة مراحل، مرحلة نجاح الإخصاب، مرحلة نجاح التحريض، مرحلة نجاح التلقيح، ومن ثم مرحلة نجاح تحمل الحمل خلال 9 أشهر، فأنت عدة مراحل اختلفنا. أما للأسف الشديد الأحداث الشعبية هي والطرق الموجودة والدفع الأموال بشكل غير صحيح أحيانا بطرق تكلف الناس كثير، هذا كله خاطئ. نحن لم نعلم ولن نعلم حاليا بأي كلية من الكليات في العالم بأنه يوجد هذه الطرق لتحديد الجنين. أما الدسم العالية والمواد عالية الكالورياج والسكريات العالية تسيء للمرأة وللرجل في عملية الإخصاب مع زيادة الوزن طردا، يسوء الإخصاب. مشان هيك دائما احنا بننصح للإخصاب للطرفين دائما بخفض الوزن، بتحسين فيزيولوجية الأكل، مننصح الابتعاد عن اللحوم الزائد والدسم الزائد والمكسرات الزائدة والعسل الزائد. نعم. هذا الموجود للأسف شديد. بالعكس ننصح نحن بالخضار والفواكه والمشوي الآخري. بهالحالة هي بتحسن. نحن في شغلة واحدة، عندما يتحسن فيزيولوجية الجسم بشكل عام الطبيعية بتعطي نتائج إيجابية إن كانت للمرأة بالإباضة وإن كانت للرجل بالنطاق. بهالشكل هذا حديثنا وقتنا معك دكتور خلص، وكان في كثير من الأسئلة والاستفسارات حاولنا نسأل عنها. بدنا نشكرك الدكتور هيثم عباس أخصائي بأمراض النسائية وجراحتها، شكرا كثير لك. أهلا وسهلا، ونحن على استعداد مساعدة الجميع. أهلا وسهلا يا